جميعنا مع أمرين: إنصاف الفقراء، تحسين البطاقة التموينية. احنا راح نعطي 6 دولار وربع تقريبا لكل فرد عراقي شهريا لمفردة البطاقة التموينية. وأنت عندما تتكلم عن 6 دولار وشوية حصة غذائية عدا الحنطة طبعا، عدا القمح يعني، هذا رقم كبير. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون على أرقام البرنامج أو علينا على الأرقام التالية: من داخل العراق من زاخو حتى الفاو تقدرون تتصلون على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب اللي ساكنين في أشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام، وحتى أبناء الداخل يقدرون يدقون على ذني الأرقام إذا ما حصلونا على ذنج. فعدكم 4 أرقام للاتصال، رقمين إلى الخارج وقبلها رقمين إلى الداخل للاتصال. أما رقمنا الخامس والأخير في البرنامج ما مخصص للاتصال إخواني أعزاء، هذا الرقم، هذا الرقم مثل ما هو مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل. فاللي يريد يكتب لنا رسالة ما قدر يحصلنا لأي سبب كان، يعني خطوطنا مشغولة، ما عنده رصيد، أي سبب كان ما قدر يحصل أرقام الاتصال، يكتب لنا رسالة على هذا الرقم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه. أنوه أنه هذا الرقم غير مخصص للاتصال. مشاهدينا الكرام إذا تعرفون أحد همينا بعد ما حول تردد القناة أو بث القناة عنده على نظام الأجدي، ترددنا مثل ما هو، أتمنى تساعدون الناس وتوصلون ترددنا إلى أكبر عدد من المشاهدين، لأن أكواية دعانون، أكواية رسائل تقول ماذا نقدر نشوفكم، أكواية متصلين يقولون ده نسمع القناة وماذا نشوفكم. كل اليوم عليكم أنه تنزلون التردد من جديد بأرقامه اللي هو 10727 طلع على الشاشة الآن، هذا التردد تطوء إلى اللي ما عنده القناة حتى يقدر يشوفنا على نظام الأجدي. مشاهدينا شفتوا مشعان الجبوري شنو حكى؟ طبعا مشعان الجبوري يشهد له بأنه صاحب التصريحات الجريئة، يشهد له بأنه يقول أنه أنتوا شلون انتخبتونه وأني منهم، هو هيك يقول. احنا كنا فاسدين، هو هيك يقول. احنا كنا أخذنا رشاوي، هو هيك يقول. يعني إذا نقعد نحسب مشعان الجبوري تصريحات اللي عجب بيها على السياسيين وعلى نفسه هواية، ويرجع مشعان الجبوري نائب بالبرلمان هو أو ابنه أو غيره من اللي نعرف كل زين أنه هم فاسدين. فالقضية وما بيها هي، قال بتصريح اللي طلع في بداية البرنامج أنه إحنا عندنا قضيتين مهمات، الأولى أنه ننصف الفقراء. أريد أسأل شلون تنصف الفقراء إذا عندك 50% من أبناء الشعب العراقي هم فقراء، إذا عندك تقريبا 25% من أبناء الشعب العراقي تحت خط الفقر، ربع الشعب، إذا عندك أرقام مهولة لأرامل وأيتام وفقراء ومهجرين ونازحين ومشردين ومتسودين وأميين، هواية عندنا أرقام مخيفة ومستقبلها غامض. هاي رقم واحد. رقم اثنين، تحسين البطاقة التموينية. البطاقة التموينية كانت 10 أو 11 مادة قبل الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا العزيز. اليوم 4 مواد، والمواطن مدى يستلم 4 مواد، يستلم مادة أو أقل، عفوا مادتين أو أقل، والمادتين طحين وياها شكر أو طحين وياها تمن أو طحين وياها زيت فرضا. وهو يقول 6.25 دولار شهريا لكل مواطن عدا الحنطة، و6.25 دولار إذا نحسبها بالعراقي شو تسوي شهريا للمواطن؟ سؤال. المواطن اللي ما عنده شغل شو تقدم له 4 مواد؟
إذا أنت نطيت للمواطن حصة تموينية طحين وهو ما عنده كهرباء يشغل فرن حتى يخبز الطحين أو يعجن الطحين دا يسوي صمود الفرن، وإذا ما عنده غاز ما عنده شغل وما عنده فلوس يشتري قنينة غاز زي يحطها الطباخ حتى يقلي بالزيت مثلا أو يهدر التمن ويستخدمه، شي يسوي المواطن بأربع مواد وأنت من قدم له خدمات؟ اللي ما عنده رعاية اجتماعية وهو ما عنده وظيفة، واللي ما عندها معيل واللي فقدت معيلها أو معيلها معتقل وهو بريء مثلا، شي تسوي لها مواد الحصة التموينية وهي ما عندها لا بيت ولا كهرباء ولا ماي ولا غاز ولا كل شيء؟ وراها نرجع سؤال لما نسمع مثلا تصريحات برهم صالح لما يقول واردات النفط من 2003 لليوم أكثر من 1,000 مليار دولار. 1,000 مليار يعني 100 تريليون يمكن، رقم مخيف. 1,000 مليار يعني هو 1,009,000,000,000. 1,000 مليار 1,112,000,000. حسبوا دولار مو دينار. يقول من 2003 لليوم 1,000 مليار دولار، وينهن وشنو اللي استفاد الشعب العراقي؟ ابو علاء من واسط، حياك الله يا ابو علاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ افا؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ افا قبل شوية حكيت على مشعان. ايه انا ما حكيت عليه بس لحظة ابو علاء حتى لا يجي واحد من رخصك، حتى لا يجي واحد يقول مذيع قناة الرافدين حكي على مشعان. انا قلت مشعان عنده تصريحات جريئة، ومن ضمن تصريحات الجريئة انه هو يقول فاسدين ما اعرف شنو هو يقول. نعم استاذ العزيز، حقه وين لاقيها؟ من كان يصنع عبوات ويدعم. نعم ألو. وياك من كان يصنع عبوات قاعده وجاب لها الشاب اندر وربعه حق الشيخ علينا؟ والله احنا مستحقين هيك انسان الشيخ علينا، لانه انسان هو تربيه الشوارع. هو شنو مشعان؟ مشعان نصاب جابوه من الاحزاب السياسيه، الناس نصابه ثياب كانوا بالدول مرتزقه يعني هسه خلونا نتحصل على بطل الزيت على كيلو الشكر. ما صاير بتاريخ الاسلام وبتاريخ يعني هم مو يدعون الاسلام، اي اسلام ما هسه طلعوا قيس الخز على قبل شوي يصلي لي صلى علينا، يضحكون علينا والله يضحكون علينا بشرف القرآن يضحكون علينا. اي نعم هم ظنوا كل شيء ما يسوون، كل شيء ما يسوون، شي يسوون ناس صالح حرامية من سيدهم والمعممهم والمعقل للأفندي كلها ناس أشياء. هاي ناس مستزقة وما الشعر يطب مرض الشعر حال الشعر اللي يموت للجير واللي يظل جهنم خليه يفيدون إيران. اي وش نعم 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 شكرا شكرا لك ابو علاء. مشاهدينا الكرام، لما بحثت عن قضيه الفساد المالي او هدر اموال الدوله العراقيه، عندي تقرير يعني عن مسؤول في حكومه عادل عبد المهدي، يعني هو كان مسؤول بحكومه عادل عبد المهدي، رفض انه يذكر اسمه. التقرير يقول الفساد نخر العراق من 2003، من يوم اللي اجت الحكومة أو الإدارة المدنية الأمريكية بقيادة بول بريمر
للعراق هو أكو فساد. يقول بذيك الفترة أكو 6000 مشروع وهمي. 6000 مشروع وهمي قيمتها أو كلفت العراق 178 مليار دولار. يقول أن المشاريع الوهمية 30% من هال6000 صارت بزمن الأمريكان وضباط وحلقات أمريكية، وما زالوا إلى يومنا هذا في لحد الفترة اللي دا يتكلم بها المسؤول لحد ذلك اليوم أنه هم موجودين ومتورطين بهاي العمليات. يقول الوراء هال70% تمت في زمن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد رحيل الأمريكان من الحكم، وأكثر الفترات اللي شهدت مشاريع وهمية كانت حسب قوله في عهد حكومتي نور المالكي الأولى والثانية، ومنها مجمعات سكنية وسياحية وأخرى خدمية قام هو بنفسه يعني المالكي بوضع حجر الأساس إلها، لكنها انتهت إلى المجهول ولم ترى النور رغم أن مبالغها صرفت من موازنة الدولة العراقية. شو تقولون على هاي؟ أبو عبد الله من أربيل حياك الله. الله يخليك. السلام عليكم أستاذ، وحيك حي المشاهدين. حياك الله أخوي. بالنسبة للموضوع اليوم حبيت أشارك أستاذ. 1000 مليار شنو؟ إحنا دا نصرف على إيران، دا نصرف على الحوثيين، دا نصرف على لبنان، دا نصرف يلا جس ما دي نطلع حتى طبراتهم ما نتوقع لنا أستاذ، ولا شنو معناته؟ احنا الشعب دي عن نفايات دي بتر النساء واطفال وشباب وزبن يلموا لهم لبنان ليش نزلوا طحين لبنان واحنا لا عارف. نعم الشيء لا ابو الكمية استاذ ما قلت جهد الكمية كان انطونا والله هذا الثمانية أتذكر حتى بالتسعين والله ولا التسعين أتذكر كنا من عربانة مع الحمالة كنا الكمية كلها نحطها بها مليك بس كنا نزل الشيء لديدنا حتى موش مع الحلاقة كان ينطونا حتى موش مع الحلاقة والدي كان يستلم أنت تصغير ذات الوقت طب. نعم يعني كل شيء كنا نستلم شو اسمه على المستمع قد حكاها لا كان أبو علاء أبو علاء إيه يعني طبعا إذا كان عليه شو صلي هذول أصلا لا صلاتهم لا صلاتهم مقبولة لأن ربك الرسول يقول إيش ما تسوي سوي حتى بالقرآن مكتوب إيش ما تسوي سوي سبب كان لسويها بس انت الناس هاي مظلومك غير ان انا اتبع عليه انت شلون توفي حقوقهم بيوم القيامه لما ربك يوقفك يجيبك انت فعلت حق فلان وفلان وفلان وشغل ثاني هذول المستقيم وينكم مستقل السابق على مد التشرينين وجماعه الشباب اللي اتقتلوا 25,000 واحد بس معوق ومصاب وما ادري صار بي وما عدا 2,000 شهيد ما 150 نعم والله غير ان ما اقوى قلت من الشيخ جماعه ايش اسمه هذا قيس الخزعلي وهذا الشيخ الخول العامري وهذاك الاخ ابو شراء وما وهذاك اليوم قلت لك استاذهم كلهم على الميليشيات كل اليوم ما اخذ وجهها علني قال احنا ما تبنى المناصب بس نتمشى على الشهداء تمشى على يضربون بالقدر تبقى ميليشيات لا تبقى هاي تسموها مقاومة ما يسموها سلاح مقاومة وصدق بيوم الجحدة ما تطلي ما دعي كل ساعة تغير بالصارخ بالكاتشوسة كاتشوسة تشتغل نعم شكرا لك أبو عبد الله من بغداد. محمد حياك الله يا محمد. ألو السلام عليكم شلونك أستاذ أفل؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا والله تصريح من المشعان الجبوري يعني يقول قرار مهم وحيفرح الشعب يعني ما ينتهي على نفسه 6.25 او 6 وشويه نعم يعني لو خلينا نتكلم على نفسه 10 دولار يعني دول يضحكون علينا يضحكون على الشعب يضحكون على نفسهم يعني معقوله اكو هيك مسؤول او نائب ينطي هيك تصريح
يعني احنا بدنا نحكي بزمن العصور الجاهليه اللي الدرهم الى قيمته كان، يعني هو هذا وين عايش؟ عايش بغير عالم. بس هم هذول يضحكون على الشعب، يشوفون ماكو رد قوي، ماكو رد فعل. صارت الرد فعل مال ثوره الدين ومع الاسف طبع عليها وطمعوها، بس المفروض الشعب كله ماكو كله والله يروحون عليهم من المنطقه الخضراء، يطلعوهم من المنطقه الخضراء ويضربوهم صواريخ عرفت عرض جو عليهم، يعني والله ما يستحون. شفت ماله من عيد العقل صحيح، يعني والله ضحكت انا مثل ما يقولون شر دنيتي ما يضحك، يعني ما يستحون ذولا. كان الجبوري وغير مكان الجبوري كلها اللي لازمين مناصب بالحكومة والمجلس النواب وما ادري شنو كلهم حراميه ونسيانه وفاسدين وحشم. اقول حشم اقول فقط وحشم اقول للسامع ناقصين وولد حرام، لان ذولا هم يسوون بلاء على هالبلد هذا. يعني يوميا احنا بيصرحون بخبر مبدع وخبر مسيء للشعب وخبر استهانه بالشعب. نعم. يعني اخر ما تبقى يقول والله سته وربع. والله ما يستحون على نفسهم ذولا. يعني ما ادري هذا الشعب ايش منتظر؟ منتظر هذا الشعب؟ منتظر بعد؟ يعني لو يبون هبه رجل واحد والله العظيم وذولا يسقطوهم ويعدموهم اعدام علني جماعي بالشوارع على من يخلص هذا البلد من ذولا. ذولا وضاجوا على البلد هذا. زين ما اعرف بعد شنو الحل ويا ذولا ما ادري. نعم. نعم شكرا. شكرا لك اخ محمد. نفس التقرير اللي كنت اقرا منه بعض المقاطع قبل شويه، سالوه للسياسي اللي كان يشتغل في حقيبه عادل عبد المهدي وقالوا له بالنسبه لحكومه عادل عبد المهدي تقدر تحكي في قضايا الفساد، وفتح هذا الملف حول انه المشاريع الوهميه اللي متورطين بها السياسيين. قال لهم لا، لانه هذا ملف خطير جدا حسب تصريحه، لان كثيرا من الزعامات السياسيه متورطه، إذ لن يشمل المالكي فقط بل أغلب القيادات السياسية الحالية في البلاد. يعني 6000 مشروع 178 مليار دولار طز، لأنه حسب تصريح المسؤول، لأنه أكو سياسيين وأكو زعامات موجودة به، فما حد يقدر يفتح بهذا الشيء أو يحكي بهذا الشيء. فؤاد من بعقوبة، حياك الله يا فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتكم إن ما يمر به العراق. نعم. استلام روايبضة من زمام الأمور مشكلة كبيرة. والله لقد أتعبتنا هذه السياسات. لا توجد سياسة نقدية ولا سياسة اقتصادية تدين. وهذول اللي يقومون بهذا بس مصالحهم الشخصية. نحن نعلم أين كانوا، أين من أين أتوا، وأين أتوا على دبابة الأمريكان، وليت الذي أتوا على دبابة بل ما بعد الدبابة التي هم أتوا بها. الحالة السياسية الاقتصادية والسياسية والتجارية التي يمر بها العراق والله والله ثم والله لهي طامة كبرى، لا يمر بأهل العراق ولا مر العراق بهذه السياسات. والله لا تأتي إلى معقوبة لا تراها، إنها مدينة ثم مدينة ليس بها اقتصاد، ليس بها إلا الفساد. والحمد لله إحنا صابرين وننظر إلى الدول الجوارنا، الحمد لله كل من يدور على مصلحته إلا العراق، يدور على مصلحة جيرانه مصلحة الدول، وإلا العراق في خراب وخراب. والحمد لله مشكورين، جزاكم الله خير. شكرا. شكرا لك أخ فؤاد. بالنسبة إلى المشاريع الوهمية 6000 بعدنا نقرأ بها، في زمن عبد المهدي يعني في البرلمان السابق عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار رياض التميمي يقول قرار رقم 347 اللي أقر قبل سنوات أتاح للشركات التي تعمل على المشاريع الخدمية أن تفسخ العقود برضا الطرفين أو تسوية أو إكمال أو بدون إكمال أو استثمار المشروع اللي تعمل عليه. يعني هي تأخذ مشروع بصفقة وراها تقول أنا ما أقدر أكمل هذا المشروع، تأجره أو تستثمر لهذا المشروع إلى مستثمر آخر. المهم يقول هذا هدر قرار سيء وهدر 4000 مشروع كبنى تحتية من عام 2008 حتى عام 2014، وتسبب في هدر المال العام
وقال انه الفاسدين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصه، مثل ما قال الاخ فؤاد انه هم يركضون حول المصالح الخاصه. وزاره التربيه مثلا من عام 2011 هدمت 1500 مدرسه بعموم العراق على اساس بناء مدارس جديده بمحل هاي المدارس اللي تهدمت. وكشفوا الى احد الصحف العربيه انه حتى هاي اللحظه لم تنشأ مدرسة واحدة على أي مكان، واندرجت ضمن المشاريع الوهمية، والوزارة لم تحاسب المقصرين والفاسدين في هذا المشروع الذي هو الآن في درج رئاسة الوزراء. وأشاروا يعني بالمجر، وأشاروا إلى أن العراق بحاجة إلى أكثر من 10,000 مدرسة حتى يستوعبون أعداد الطلاب اليوم بعد في ظل ازدياد أعداد السكان بشكل مستمر. وقالوا أنه أكو نقص بالأبنية المدرسية انعكس على التعليم، لأنه فعلياً المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية أصبح بها دمج لمدرستين أو ثلاث مدارس، فأصبح الدوام دوامين أو ثلاث دوامات للمدرسة الواحدة، فراح يكون أكو ضغط على الطلاب بالصفوف، وراح يكون أكو خلل بالعملية التعليمية، وراح يكون أكو مشكلة كبيرة جداً، وهي أنه لا المعلم راح يقدر يعطي بصورة صحيحة ولا الطالب راح يقدر يستوعب بصورة صحيحة، خصوصا في ظل النقص الحاد في اللوازم المدرسية من رحلات، صبورات، شبابيك، صبغ، تهوية، أبنية، وكتب وقرطاسية. أم حارث من الموصل، حياك الله يا أم حارث. السلام عليكم أستاذ. هلا بيك يوم أستاذ. عندي ثلاثة على متخلف عقلي. أي أمه؟ أي وما حد داعي طلع من راتب ولا شيء. أي. أي ولا حد داعي بهم. يعني أنت عندك ثلاث أولاد أو كم واحد مريض عندك عفواً؟ في مرضى ثلاثة على متخلف عقلي ثلاثة والله. ثلاث أولاد مرضى زين. أي. ولا حد داعي بهم، لا حد يجي علينا، وقاعدين بيتونا ثمان نفرات. زين الرعايه الاجتماعيه رحتي لهم؟ لا لا والله، لو حلو مسجلين واسمهم مع المعين، ولحد الان ما طلع حد، قال ما حد داعي بهم. واني احنا فقراء وعندنا قاعدين ببيتونا وما حد بيوم ما تساعد. نعم ايه استاذ. نعم ايه وبكي ما بكي الله رجلنا داعي براتب لهم، بكي ثلاثه مرجل مراتب والله. ماشي ماشي ام حارث. شكرا لك ام حارث من الموصل، احدى الامهات اللي فقدت المعيل الى هذه الاسره، وهاي الاسره مكونه من ام وثلاثه اطفال. المشكله انه ثلاثه اطفال مرضى وفي مرض مزمن، الله يشافيك يا ام يا رب. الطامه الكبرى لما تكون انه انت عندك حكومه يطلع لك مشعان الجبوري ويقول لك احنا راح نعطي حصه للفرد 6 دولارات وربع، شو تساوي امام راتبك انت وجماعتك بالبرلمان؟ لكن الطامة الكبرى لما أم حارث عندها ثلاثة مصابين في مرض مزمن، وماكو رعاية صحية لهم، وماكو رعاية اجتماعية لهم، فوين تنطي وجهها وتقول لك أنه أنا عايشة ببيتونة؟ الأخوة العرب اللي ما يعرف البيتونة شنو هي، بمصر يسموها بير السلم، اللي بيت الدرج اللي فوق، هاي اللي احنا نسميها بيتونة. حميد بن ديالة كان المفروض يدخل ويانا لكن انقطع الاتصال وياه، أتمنى يرجع لنا حميد. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. انقطع الاتصال أيضا ويا محمد، أتمنى يرجع لنا محمد ونسمع رأيه بالموضوع. أيضا مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى النفقات اللي دا تنفقها الحكومات على مر السنين من عام 2003 حتى 2022، هي أكبر مشكلة اليوم اقتصادية ومادية بالعراق، لأنه أكبر فساد يصير في المال العام، وأكبر هدر يصير بالنفقات المتضخمة. مثلا من عام 2004 ولغاية الآن يقدر الدخل القومي العراقي بأكثر من تريليون دولار، تمام، بالاعتماد على عائدات النفط المصدر الوحيد فقط. يعني احنا لا دا نفكر بزراعة ولا بصناعة ولا بإنتاج ولا بتصدير ولا بأي شيء، أي منتج محلي عراقي ما دا نفكر به، لا معمل تايرات دا يشتغل ولا معمل أدوية دا يشتغل ولا معمل الجلود ولا التمور العراقية، كل شيء ما دا يشتغل،
فقط النفط أكثر من تريليون دولار. تمام. يقول عدا عن حصول الحكومات عقب الاحتلال على قرابة 200 مليار دولار منح وقروض ومساعدات مختلفة من قبل المجتمع أو الأسرة الدولية، غالبيتها قدمت من الولايات المتحدة وأوروبا. التقرير يقول حتى الآن احنا نعاني من انهيار واضح في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات كالمياه والكهرباء، عدا عن ذلك تهالك البنى التحتية التي لم يجري عليها أي تحديث أو إضافة، مثلا شبكة الصرف الصحي اللي نسميها باللهجة العامية المجاري، رغم زيادة عدد السكان في البلاد إلى قرابة 40 مليون نسمة اليوم مقارنة بما كان عليه قبل الاحتلال بنحو 29 مليون نسمة ذاك الوقت. فالنفقات المتزايدة اللي دي نفقوها اليوم حول الصفقات الوهمية، حول المشاريع المتلكئة، حول المشاريع اللي وقفت وما أنتجت والمصاريف انصرفت. يعني مثلا تجي الدولة تقول لك أنا أردبني مجمع سكني إلى أساتذة الجامعة، فرضا داعشي في المنطقة الفلانية في المحافظة الفلانية، وعليه أريد شركة تجي تنفذ هذا المشروع، أنا رازت لك دولة هلقد أموال، تجي شركة سين وتقول أنا أخذه، تجي الدولة إلى الشركة سين تعطيها شقد 100 مليار اللي هي قالت أنا صرفتها لهذا المشروع، تجي الشركة سين تقبض المالات تخلي حجر الأساس، يجي رئيس الوزراء، تجي كاميرات التلفزيون حط المصور الكاميرا على كتفه، صور رئيس الوزراء بشمشة اسمنت حط حجر الأساس والله وياك. زين الميت مليار وين راحت؟ محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم، صحي قناة الرافدين والكادر. حياك الله أخويا. أخي سادة أسد. نعم. سادة أسد دولة حشك دولة مزبلة التاريخ، دولة هم النشالة حراميين. نعم. دولة يشتغلون صالح إيران. عند الحرة الثوري الإيراني ما يخلون يشتغلون، إذا فتح مصنع يحرقون المصنع. إذا فتح معمل مال الأنفاق يحرقوه، تفيد الله هم يحرقوا الميليشيات. الحشيد وهذول سماعة مختلفة، حتى جاي يشكل لي حكومة. أبو الأطلاع هو أكبر مجرم يا أطلاع، أما دمروا لي البلد كيف لك الله والمخدرات جزء ما يحيوز عزلوا هي الحسن مخدرات فعيد يقولهم طير يخلونهم إياه حتى الشعب يقوم يحشش، أما دمروا لي البلد كيف لك الله دولة لا يحب لا حبة من البلد كلها صالح إيران، أما الأوامر تجيهم من هناك لأن هذا خملائي الفاش الحشاب الفاشلين دولة الإيرانيين من اول بارحة طالع المظاهرة كان المجرم طول القاسم سليمان المجرم الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخرة. نعم. وصور هذا السيستان الفاشل، هذا اكبر فاشل السيستان، دولة مرجعية بغربلة ولا اهل ايران ليس للعراق، ايرانيين عمي ايرانيين وانتو مسلبي بالايرانيين، دولة جماعة هل الفدع وهل المتعة. تحياتي لقناة الرافدين. شكرا 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 لك أخ محمد. مشاهدينا الكرام، موضوعنا نفس الموضوع اللي هو هدر أموال العراق وسرقة أموال العراق، إلى أين ذهبت ومن المستفيد منها مستمر، لكن برنامج صوتكم بفاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا الكرام، تقرير ثاني وجدناه في الانترنت يتكلم عن هدر أموال العراق من عام 2006 حتى اليوم، ذاك من 2003، ذاك يتكلم عن 6000 مشروع
وهمي، لأني كل وهميات. هسه راح نتكلم عن الموهميات، عن الموجودات اللي موقعات على أوراق. يقول حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 وحتى الآن يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم التنفيذ لأكثر من 10,000 عقد استثماري. عندنا 6,000 وهمي وعندنا 10,000 عقد استثماري متلكئات أو غير منفذات أو بها تباطؤ، يعني نحكي على 16,000 مشروع. ما شاء الله، تعرفون يعني شنو 16,000 مشروع؟ يعني شكو عاطل عن العمل أشغله إذا كملن. أتمنى تروحون تفتحون الوثائقيات حول برج خليفة مثلاً، إيش قد كلف؟ 5 مليون دولار وشوية. وإيش قد المدة اللي انبنى بيها أطول برج بالعالم حالياً؟ وإيش قد الإيرادات اللي دا يقدمها هذا البرج بعده إلى دولة الإمارات؟ وشوفوا الصرف اللي دا ينصرف بالعراق. نرجع لل 360 مليار دولار اللي انسرقت من أموال الدولة العراقية نتيجة تباطؤ وتلكؤ ب 10,000 عقد. عضو مجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى يقول حجم أموال مسروقة من خزينة العراق من 2006 بسبب التواطؤ أو التلكؤ، واتهم قوة وجهات سياسية بالوقوف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام. يقول مثلا رشاوى النفط من العراق إلى المكسيك، أكو صفقتين تعد من أكبر الفضائح. روسيا توسع نفوذها ب 13 مليار دولار في استثمارات الطاقة اللي العراق ما بكهرباء. المهم يقول حجم ما سرق من الأموال بسبب التباطؤ والتلكؤ وعدم التنفيذ لأكثر من 10,000 عقد استثماري 360 مليار بسبب سوء الإدارة، سوء التخطيط اللي تسببا بضياع مئات المليارات، إضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة لا تفقه شيء في الاقتصاد واستخدمت نفوذها السياسي للاستحواذ على المال العام. أبو أمير من كربلاء حياك الله. حياك الله أبو أمير. حياكم الله. شارك في البرنامج؟ أنت على الهواء أخويا. أيوة الله، أنا تطلع في مو خاصة. نعم. حياك الله. الشغلة العامة يعني على وزارة الصحة، يعني إحنا بالنسبة لموظفين وزارة الصحة يعني الكادر التمريضي والكادر الصحي. نعم. أي نعم. والكادر الصحي في وزارة الصحة يعني كوزارة مثلاً، ليش إنه إحنا مثلاً اللي حملت الدبلوم دائماً تكلينا على الدرجة الرابعة؟ يعني لا تقارننا بوزارة اللي ما وزارة المالية وزارة العدل، يعني أقراننا بها إنه السلم الوظيفي يمشي لحد الدرجة الثانية، وإحنا وزارة الصحة مسكتين طبعاً يعني حملت الدبلوم. بينما احنا مثلا نتحمل عبء اكثر ضغط الوزارات، يعني مثلا وزاره التربيه عندهم مثلا دوامهم 4 ساعات، احنا دوامنا 24 ساعة. نعم. لان هم ياخذون عطل، احنا بالنسبه لنا ما عندنا عطل، يعني الزيارات وغيرها كل يعني الوزارات تعطل واحنا ما نعطل، ومع ذلك يعني مجلس الوزراء او مجلس النواب او الحكومه العراقيه ظالمتنا على حد تسكينها، لو رفعنا طلباتنا لاكثر من جهه يعني المن رفعتوها ابو امير، يعني رفعنا طلبات الى الوزير الى المسؤولين. ايه يعني ما واحد يسمعنا ابدا. شنو الرد ابو امير، يعني حتى تكون الصوره واضحه للناس، شنو الرد حول طلباتكم في مساواتكم مع اقرانكم في الوزارات الاخرى او في المؤسسات؟ اقراننا نعم في الوزاره، يعني تروح وزاره التربيه ما في تسكين الدبلوم، يعني يوصل للدرجه الثانيه، وزاره العدل ما في تسكين، وزارة كل الوزارات ما في تسكين، يعني بس احنا نعم، يعني انا فهمت المشكله، المشكله ان وزاره الصحه ما بها هيكليه صحيحه للتوظيف ما بين المنتسبين في الوزاره، والمعلومه واضحه يعني لكن ما اعرف يعني الجواب يقول احنا وزاره اطباء فقط. نعم، الجواب الرسمي من الوزير او المسؤول او اصحاب الشان اللي قدمتوا لهم او رفعتوا لهم طلباتكم في المساواه، شنو كان الجواب؟ الجواب ما يعني ما ينطيك، ينطيك وعود. أي. ينطيك وعود. اي ونطرح. تقدر تعطيني يعني مثلا واحد. ماكو ما.
تقدر تعطيني واحد من الوعود؟ سنوات يعني اكثر من سنتين سابق طلعنا مباراة وياك يعني شنو يعني مثلا انت قابله وحتى وزير الصحه. نعم ابو امير انت قلت وصلنا الى نعم انت قلت وصلنا الى وزير الصحه وحتى الوزير نطانا وعود. تقدر تقول لي كلموا طلباتنا ولا وياك. يعني ناس اشتغلت ويانا قسم من اعضاء مجلس النواب اللي عندهم مثلا بالما يقول انه عندهم عداله وعندهم فرد نظره مساواه. منو مثلا؟ كل شيء ماكو يبغونه يعني على اساس راح يناقشونا بالبرلمان. طيب. ابو امير بس اذا تسمح لي الوزير بشنو وعدكم مثلا بلي. اذا تقدر يعني تصرح. نعم. بوعود الوزير شنو هي؟ يعني يقول لك ايه مره يتعذرون بالتخصيص المالي ومره يعني هواي اعذار رحمه حتى احنا نريد نشوف ليش يعني من دون الوزارات. نعم 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 وصلت الفكرة كاملة. أبو أمير شكرا جزيلا لك. أبو أمير أحد منتسبين وزارة الصحة واللي يعملون بالكادر الصحي، هذا الكادر اللي ترفع له القبعة. أولا شكرا لكل من يعمل في الكادر الصحي خصوصا بعد اجتياح جائحة كورونا إلى كافة بلدان العالم والبلدان اللي بيها نظام صحي يعتمد عليه، البلدان اللي بيها نظام صحي قوي ورصين، البلدان اللي بيها نظام صحي يحمي المواطن، والبلد اللي بيه نظام صحي هو يركض وراء المواطن حتى يعالجه ويقدم له العلاج حتى يعيش المواطن مرتاح. دا تعاني من جائحة كورونا في ظل النقص اللي دا يحصل في العراق في الأدوية في المعدات الطبية في المباني والمستشفيات، في ظل كل ما يحصل اليوم في العراق والعالم كله أو يعني العالم كله تفرج وشاف ما يحصل من نقص في العراق خصوصا في الكادر الصحي. مع ذلك الكوادر الطبية تعمل على قدم وساق لمساعدة الناس وتقديم العون لمن يحتاج من المرضى ولمن يحتاج من الأهالي، فترفع لهم القبعة. شكرا جزيلا لكل من يعمل في الكادر الصحي، لكن مع ذلك يطلع لك مثل أبو أمير ويقول لك أنه إحنا ما يعاملونا مثل أقراننا، يقول أقراننا اللي يعملون في باقي الوزارات يتحصلون على منح، يتحصلون على منافع أكثر من أدنى، وإحنا نشتغل 24/24، إحنا ما نتمتع في إجازات، مع ذلك ما نحصل على أي ميزة ويعاملونا في طبقية. السؤال اللي ينطرح هنا ينطرح إلى راعي الإصلاح بالعراق مقتدى الصدر، لأنه حسب ما هو معروف أنه وزير الصحة تابع له. أصلح الجواب يمك الريدة. مجلس الأعلى لمكافحة الفساد يقول حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي تتكون من عضوين، يقول تشكلت عفوا بحكومة عادل عبد المهدي تتكون من عضوين من مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين. تطلع اللجنة، لجنة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، احنا بالعراق ما شاء الله نشكل لجان كل شوية بثمان مهام أبرزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الإشراف على استكمال الأطر القانونية وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد. راح أعيدها. اللجنة أو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عنده ثمان مهام. أولاً إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ثانياً متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وراها الإشراف على استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وراها الإشراف على استكمال الأطر القانونية، وراها إعادة إعداد المنظومة التشريعية، وراها سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد في القانون. بالله إيش صار من عندهم؟ أتمنى أنتوا تجاوبوني. قبل ما نكمل قناة الرافدين اشتغلت فيديو صغير حول تصريحات مشعان الجبوري فيما يخص الفساد مؤخرا، خلونا نتابع. وتخمم إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب 1,000 مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تخمن
أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج. كل عضو جمعية وطنية كلف الدولة بحدود 1.4 مليار إلى 1.5 مليار عن خدمة 9 أشهر طبّن بهالجيب 1.4 مليار إلى 1.5 مليار عدا تكاليف الحراسات. احنا راح ننطي 6.25 دولار تقريبا لكل فرد عراقي شهريا لمفردة البطاقة التموينية. وانت عندما تتكلم عن 6 دولار وشوية حصة غذائية عدا الحنطة طبعا عدا القمح يعني هذا رقم كبير. يا شعب انت شلون تعيد انتخاب هاي الطبقة السياسية والمتحدث منهم؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام في صوتكم من جديد. مشاهدينا تسمعتوا التصريح اللي قاله مشعان الجبوري لو لا؟ يقول لك موظف عمل 9 أشهر طبّن بتجيب 1.4 مليون مليون ونص دولار 9 أشهر بس راح يعطون المواطن 6.25 دولار بالشهر حصة تموينية. إذا نضربها ب9 أشهر ذاك الموظف 1.5 مليون تقريبا بس المواطن من حقه 56.25 دولار كافي عليه دعوة قابل هو موظف الدولة دي أخذ 1.5 مليون أنت من حقك 56.25 دولار بال9 أشهر. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل يحضرني بيشار. نعم. حق القادة اللي جاي يقودوا العراق. نعم. قادة انبثقت الشعوب وفي وجوههم صرخ البصاق بأي ذنب بهذه الزبالة ألطم. نعم. فيا أستاذ أفل للأسف يعني ناس تستحي ولا تخجل من يقول 6.25 دولار زين هسه ما يخالف الربع وين المن هذا؟ هذا شنو الربع؟ دلاعة صوغة شنو هذا الربع؟ يعني أنا شفت أتمنى الخير بالتحالف الثلاثي لأنه يخرجنا من طور المكونات لكنه بعد ما شفت اللجان اللي شكلوها يعني للأسف كلها ناس يعني عليهم شبهات من مشعان من شو اسمه ذاك الاخر ابو مازن فاللجان واللجان امنيه اللجان ماليه يعني لما تخلي اموال العراق بيد ناس حراميه بيد ناس يعني هم اعترفوا على انفسهم مو احنا يعني احنا نتهم هم اعترفوا على انفسهم وبالاخص يعني مشعان الجبوري يعني يطلع بالقنوات وقال قال احنا حراميه يعني المقولة مالته لما قال أنا كنت بالإحدى اللجان وإجاني شخص وطمطمت له وأخذت من عنده أفقد مبلغ ما معناته يا أخي لما هذا الشخص هو يعترف يعني مساعد القضاء بأنه هو يعني هو إنسان حرامي يعني أنت تجيبه وتخليه بلجنة يعني مالية عضوية شو معناته؟ واليوم هو اللي قرر يعني حصة المواطن العراقي يا أخي يعني ما أعرف يعني الوضع هذا شلون جاي يمشي منو اللي وافق عليه يعني ماكو ناس خبراء ماكو ناس اقتصاديين يبعون لهذا الوضع احنا إلى متى يعني نبقى بيد الحرامية بيد اللصوص يعني هم يتحكمون مصير هذا الشعب يا أخي مو عيب كافي كافي يعني طلعوها من معونة يعني صراحة ما يستحق الشعب العراقي أن يقود ناس يعني مزبلة مزبلة التاريخ العراق هذا البلد اللي يعني يفتخر به مو فقط العراقيين كل العالم يفتخر بهذا البلد وكفاءاته يقود هيك ناس يعني يعني صراحة ناس طارئين على العراق
نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. مشاهدينا الكرام بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم استاذ افل المحترم، تحياتي الى الشاعر العراقي الاستاذ محمد نصيف، اتمنى ان نشوفه على شاشه العراق. العراق الاسد الجريح، اخويا احمد من مصر المحله، محمد نصيف موجود وتقدر تشوفه وتتابعه. السلام عليكم استاذ افل المحترم، تحياتي لك والى كادر قناه الرافدين، لن تقوم قائمه لهذا البلد اذا كان سياسيين يحكمون البلد بهذه العقلية. أستاذ أفل، مشكلة العراق حلها بيد العراقيين، هو صاحب القرار في التغيير. متى يبقى العراقي متفرج على انهيار سيادته وقتل شعبه وسلب ثرواته وجوع شعبه، وأصبح العراق اسم على الخارطة؟ هذا ما أرادته أمريكا وإيران، وسياسة الحكومات اليوم جوع شعبك. أين أنت يا عراقي؟ هذه رسائل واتساب اللي وصلتنا. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى تقارير اللي تتكلم عن الفساد اللي انهدر بالعراق كثيرة جدا، تابعوها وتعرفون شنو الفساد اللي موجود بها. واسمعوا كلمة مشعان ويقول انتوا ليش تنتخبونا وترجعونا مرة ثانية. نلتقيكم على خير ان شاء الله، برنامج صوتكم يوم الجمعة بإذن الله. في أمان الله.